بيشرفنا دلوقتي زميلنا العزيز والناقد الرياضي محمد الديك، ونشوف منه ايه بقى الاخبار والصحف قالت ايه والمواقع الرياضيه قالت ايه بعد فوز الاهلي على اتحاد جده. مساء الخير يا كابتن عليك، ومساء الخير على الكابتن الكبار. الف مبروك للاهلي المونديالي، وهي الخلاصه اللي حضرتك اتكلمتوا، التاريخ بيكسب ودايما النادي الاهلي معودنا، وفرحه المكسب في مونديال الانديه غير الفرحه في اي مكان تاني، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. وزي ما قلت لحضرتك كده في الانترو، طمعانين في الذهب ان شاء الله السنه دي ان شاء الله باذن الله. اشادت باداء النادي الاهلي، موقع الفيفا ثلاث كلمات مختصرين: اداء ممتع وثلاثيه رائعه. يعني هو جاب الخلاصه بتاعت الماتش كله ان هو اداء ممتع وثلاثيه رائعه، وقال النادي الاهلي استحق النهارده الفوز، وان الثلاثي معلول والشحات وعاشور كتبوا تاريخ جديد مع النادي الاهلي. الحاجه الثانيه، كابتن موقع الكاف قال ان النادي الاهلي صعق نجوم الاتحاد، وكاتب كمان في التقرير ان النادي الاهلي نجح في فوز على اتحاد جده في عقد داره برغم التباهي بمجموعه النجوم العالميين اللي كانوا موجودين في صفوفه. طبعا الكلام كله كان قبل الماتش. صحيح. اتحاد بتكلف في 130 مليون يورو قيمه تسويقيه، الاتحاد بيلعب على ملعبه، الاتحاد العميد، الاتحاد المونديالي، الاتحاد النمور، لكن يبقى نسر النادي الاهلي عالي في اي مكان ان شاء الله. الحاجه الثانيه يا كابتن، الموقع الصحافه البرازيليه، طبعا احنا بعد ما ربنا كرمنا ان شاء الله النهارده هنصطدم بمنافس قوي في لومينينزي اللي بيشارك لاول مره. صحيح. ودي برضو تخلي الماتش اللي جاي صعب بالنسبه لك، انك انت بتقابل منافس قوي وبيشارك عنده طموحات وعنده امال وهيلعب اول ماتش ليه، على عكس انك انت لعبت ماتش قوي النهارده. بس ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يتخطى المرحله الجايه ان شاء الله. كتبوا برضو اتكلموا يا كابتن ان النادي الاهلي اقوى فريق في افريقيا، نفس اللفظ كده يا كابتن، زعيم افريقيا وثاني اكثر الانديه مشاركه في كاس العالم للانديه. هم قالوا كده في التقرير بتاع الصحافه البرازيليه، وقالوا ان فلومينزي بيشارك لكن هيصطدم بمنافس قوي. وقالوا كمان ان النادي الاهلي النهارده لعب مباراه قويه جدا قدام الاتحاد السعودي اللي برضه الناس كلها بتتكلم ان هو مدجج بالنجوم وكان عنده افضليه ان هو بيلعب على ملعبه. النادي الاهلي كان اداؤه في الماتشات الاخيره قلق شويه، في قلق عند الجمهور بتاعه، لكن رد في الملعب. كمان ركزوا يا كابتن على فكره وجود ضياع ضربه الجزاء بتاعه كريم بنزيما، وقالوا ان اللقطه دي كانت نقطه تحول والنادي الاهلي نجح ان هو يستغلها في الشوط الثاني، واضاف ثنائيه بحسين الشحات وامام عاشور واكمل الثلاثيه، الا ان بنزيما برضو نجح في تسجيل هدف ماء حفظ ماء الوجه في الدقائق الاخيره. الصحافه السعوديه كابتن اتكلمت يعني شويه كانوا زعلانين من الاداء بتاع الاتحاد، ما كانوش متوقعين اداء الاتحاد، وقالوا ان الاتحاد لعب قدام فريق قوي، فريق عظيم له تاريخ قوي زي النادي الاهلي. من الحاجات يا كابتن الطريفه ان صحيفه عكاظ جابت تصريحات لطبيب نفسي تكلموا ايه اسباب خساره فريق الاتحاد قدام النادي الاهلي. قال ثلاث اسباب يا كابتن. اول حاجه ارتفاع التوتر بين اللعيبه وغياب التفاهم بينهم خاصه في خط الدفاع، دي حاجه يعني هو حاجه فنيه بالنسبه له. الحاجه الثانيه يا كابتن قال لك خطه المدرب نفسه، المدرب واضح من بدايه الماتش ان هو مرتبك، حتى في تغييراته ما كانتش قد كده. الحاجه الثالثه يا كابتن اللي انا عندي علامه استفهام عليها، بيتكلم على تراجع مستوى الحكم. انا الصراحه ما شفتش حاجه، الحكم اللي ما كانش جه على الاهلي ما كانش بالظبط، يعني هو كان بيتفرج على ماتش ثاني اعتقد الطبيب ده، او يخليه في تخصصه احسن في الطب النفسي. الحاجه الثانيه يا كابتن الصحافه المصريه خليت اخر حاجه بيتكلموا على فكره يلا كوره، بيتكلم على فكره احتفال سطلانه، وقال ان الجمهور واللعيبه احتفلوا بسطلانه، والاتحاد جده انضم لضحايا مارسيل كولر في الثلاثيات، ودي الثلاثيه رقم 19 للنادي الاهلي مع مارسيل كولر. برضه كابتن موقع في الجول اكد على ان بنزيما ستذكر الابد. كان في تصريح لبنزيما قبل الماتش بيتكلم ان هو قال لك انا ما اعرفش النادي الاهلي، بس طالما وصل لهنا يبقى هو قوي جدا. اعتقد ان هو النهارده تحديدا عنده ذكرتين مش كويسين، الخساره وضياع ضربه الجزاء. بس هو اتاكد ان الفريق قوي جدا. لا بعد الماتش، بعد الماتش كده. من الحاجات يا كابتن الاحصائيات اللي الناس تتكلم عليها برضه والارقام المميزه، ان هذا النادي الاهلي بيصل للفوز التاسع في المشاركه التاسعه ليه في مونديال الانديه، 9 من 9 يعني. صحيح. الحاجه الثانيه يا كابتن الاهلي بيصل الهدف 27. يعني ان شاء الله كده بالنسبه له، يعني هو بس الرقم بينه وبين ريال مدريد رقم واحد. أيوة. بعيد شويه، بس ان شاء الله في خلال مشاركات النادي الاهلي القادمه ان شاء الله
ربنا يكرمنا ونصل لرقم 40 ان شاء الله. ان شاء الله ربنا. من الحاجات الكويسه كابتن برضو النهارده حسين الشحات بيسجل الهدف الرابع ليه في المونديال الانديه والثالث مع النادي الاهلي. صحيح. ومن المصادفات يا كابتن ان ثلاث اهداف بتوع حسين الشحات في المباراه الاولى في كاس العالم للانديه. صحيح. كان مره مع الدحيل ومره مع اوكلاند والمره دي كمان مع اتحاد جده السعودي. من الحاجات الثانيه برضو يا كابتن النادي الاهلي بيحقق الفوز الثالث على عرب اسيا. هو لعبنا اربع ماتشات ما كانش معانا التوفيق في الماتش الاولاني قدام اهلي جده اتحاد جده اتحاد جده اتحاد جده في 2005. بعد كده كسبنا الدحيل وكسبنا الهلال وكسبنا اتحاد جده. صحيح. من الحاجات الثانيه برضو يا كابتن ان حسين الشحات النهارده رسميا اعلى لاعب مشاركه في كاس العالم للانديه منهم اربع ماتشات مع نادي العين النهارده بيصل لمباراته التاسعه مع النادي الاهلي ربنا يكرمه ان شاء الله وعنده فرصه عندنا ماتشين ان شاء الله زود الرقم بالظبط يوصل لرقم 15 ان شاء الله باذن الله. من الحاجات الثانيه برضو يا كابتن ان محمد هاني واليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلوا لرقم 11 ليعادل رقم وائل جمعه وتريكه وحسام عاشور كاكثر اللعيبه مشاركه في مونديال الانديه مع النادي الاهلي برصيد 11 مباراه. صحيح. والتوفيق يا كابتن ايمن وان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله نبارك لبعضنا على التاهل والماتش اللي بعديه ان شاء الله نبارك على الذهب ان شاء الله والبطوله ان شاء الله. طمع انا قلت لك في الاول انت طماع ان شاء الله بس احنا بنحب الطمع والنادي الاهلي معودنا دايما على الطمع. بالظبط يا كابتن. شكرا اللي مع النادي الاهلي يا كابتن دايما يطمع في الافضل ان شاء الله. ان شاء الله ربنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.